شاء الله كان على لون هالبطيخه. شايفه قديش احمر بابا؟ ايه طبعا بدها تكون حمراء لاني حظظت منه. بس انا البطيخه اللي اشتريتها امبارح كانت احمر من هيك. صحيح يا سيام طلعت بطيخته احمر مني. مو احمر مني بابا، احمر من بطيختي. وانا هيك عم بقصد. وين اخوك يا محمد؟ عم يكتب وظيفته جوا هو وعدنان. الله يرضى عليك يا سيهام، بدي منك تساعدي بالخط ها، لانه خطه عفشيكه وصاير مثل خرابيش الدجاج. على عيني بابا. بالمناسبه بابا، ليش ما بتحكي لنا حكايه؟ وعدتنا من زمان انك تحكي لنا حكايه. صحيح بابا، ليه ما بتحكي لنا اياها هلا؟ انا موافق، بس ما بعرف اذا منعم عنده استعداد. انا راح اكون اول المستمعين. اصبح تكرم عينكم، راح احكي لكم الحكايه هلا. هالقصه هي اللي بدي احكيها صارت مع ابوكم ظاهر شخصيا من 50 سنه. كان يا مكان في قديم الزمان، كنت أنا تلميذ بالمدرسة والكل بيعرف اسمي ظاهر، وكنت حب المزح والمقلسة كتير، بس بدروسي كنت شاطر. وقتها كنت بالثالث ابتدائي على ما أذكر، وأشطر واحد بالصف. بس لما كان ينتزع مرائي كنت بوزم مثل اللي أكله كف، والكل كان يحبني، وكنت علم على رأسه نار، والشاطر بده يرافقني ويلزق فيني ليل نهار. وبعد الحكاية اللي صارت معي صرت مشهور، وبلا طول سيرة ولعي حكايتي بالشام صارت تدور. وبصراحة كلهم قالوا لي حكايتك حلوة وبتلخم لخم، ومو بعيد يساووا لي اياها سيناريو أو فيلم. مرة من المرات اجانا مفتش على الساكت، وكنت بهديك الأوقات لساتني بصف الثالث، وكانت مدرستنا وقتها كبيرة وسياحة ونياحة، وبالبلد ما في اختها لا بالحجم ولا بالمساحة. بترددوا وراي هلا بصوت عالي وواضح، بدي مخارج الحروف تبقى واضحة، فهمتوا؟ فهمتوا؟ يا ثلج قد هيجت أشجاني، يا ثلج قد هيجت أشجاني، ذكرتني أهلي وأوطاني، ذكرتني أهلي وأوطاني، بالله قل عني لجيراني، بالله قل عني لجيراني، ما زال يرعى حرمة العهد، ما زال يرعى حرمة العهد. برافو، مين بيقرا لي اياها عن السبورة؟ ليه؟ لحظة ولك، لحظة ولك، قوم انت لشوف. يا ثلج قد هيجت أشجاني، ذكرتني أهلي وأوطاني، بالله قل عني لجيراني، ما زال يرعى حرمة العهد. عفرم عليك، برافو، سفقوله. هلأ مين بيقراني هالقصيدة بدون ما أقراها أنا؟ قوم زكريا. أيها النهر لا تسر وانتظرني لأتبعك. عفوا أستاذ. أيها النهر لا تسر وانتظرني لأتبعك، أنا أخبرت والدي أنني ذايب معك، فانتظرني لأتبعك. عظيم جدا، عود، يعطيك العافية، سف قوله. ماشي الحال ماشي الحال، كفاها الله، بكفي حاجي. استسمعي استسمعي، مفتش جاي لهون. شو الحكي؟ جاي لهون للصف؟ هيك جاي فجأة مثل السيل بالصيف؟ ماشي الحال، روح روح روح، ولا لا، جيب لي جاكيت أوام. لا أوام ولا. يا ولاد يا ولاد، يلا خلصني بلاف. ما بدي وصيكم يا اولاد، بدي اياكم مؤدبين. هلا جاي المفتش، كلياتكم بهدوء ونظام بتستقبلوه، تكتفوا لشوف كلياتكم. منيح، عظيم. السلام عليكم. وعليكم السلام والاكرام، اهلا وسهلا ومرحبا. قيام. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا يا سيدي، اهلا وسهلا، شرفنا. تفضلوا استاذ، تفضلوا تفضلوا. لا لا معلش، مرتاح مرتاح. شاي على السريع يا ابو عادل. جلوس. لا معلش يا استاذ اسماعيل، لا تعذب حالك، انا جاي بزياره عمل وما في داعي للضيافه. على راحتكم استاذ، على راحتكم، ما بنضايقكم. طبعا يا اولادي الاستاذ تميم هو المفتش المنتدب من وزاره المعارف، وجاي يطمن على هالمدرسة يلي تعتبر من أهم المعاهد العلمية بالبلد. أستاذ إسماعيل، ممكن تعطيني دفتر التحضير؟ ولو على عيني وراسي، تفضل. شو كان عندك قبل حصة الاستظهار أستاذ إسماعيل؟ يا سيدي كان عندي حصة تاريخ. أيوة.
معناها انا حابب اسال التلاميذ سؤال من حصه التاريخ اذا ما عندك مانع. لا ولو التلاميذ كلهم على حسابك زياده مفتش. قمت يا ابني. مين فتح الاندلس؟ شو ما بتعرف؟ عود انت هني وموقف. مين فتح الاندلس؟ كمان ما بتعرف؟ عود وموقف انت. تعال هون. مين فتح الاندلس؟ كمان ما بتعرف؟ اندفت محلك. سؤال للجميع، واللي بيعرفه بيرفع اصباته. مين فتح الاندلس؟ مين فتح الاندلس؟ شو ما حدا بيعرف؟ شو القصه استاذ اسماعيل؟ شايف لك ما حدا بالصف بيعرف مين فتح الاندلس. استاذ تميم صدقني كلهم بيعرفوا، بس بصراحة التلاميذ تبلكموا وتلعسموا بوجودكم، لأنه ما شاء الله عليكم هيبتكم بتخلي الخوف يقطع الجوف. هيبتي؟ معقول؟ إيه والله يا أستاذ هذا اللي صار. وإذا بدكم هلأ بجيب لكم ولد صغير من تلاميذي بالصف الثالث وبيعرف يجاوبك على سؤالك. يا أبو إبراهيم. نعم أستاذ. الله يرضى عليك يا أبو إبراهيم. روح لعند الأستاذ فارس بالصف الثالث وجيب لي أي ولد لا على التعيين. يلا بسرعة عوام. حاضر أستاذ. أصدقني يا أستاذ أحياناً الخوف والرهبة بتخلي الواحد ينسى اسمه. شو شايف لي قدامك، بعبع ولا مصاص دماء؟ أستاذ إسماعيل أنا مربي مثلي مثلك. صحيح صحيح العفو منك، ولو بس يعني التلاميذ بيخربطوا أحياناً من شدة الروع والمهابة. تعيب. طاهر اهلين قرة عيني. اهلين حبيبي. وقف هون، وقف منيح، خذ نفس وجاوبني بهدوء. ايوه برافو عليك، جاوب. قله للاستاذ تميم، مين فتح الاندلس؟ طاهر سمعتني؟ طيب شو بك انت؟ اكيد بتعرف مين فتح الاندلس. ايه بعرف. رائع، عفية عليك. وهلأ بدي منك تقول للأستاذ تميم مين هو. ظاهر جاوبني، الله يرضى عليك جاوبني، ايه ولا لا؟ انت بتعرف مين فتح الاندلس؟ بعرف. اللي مين هو؟ ما بقلك. يحرق حريشك، شو بتحب المزح. تسلم لي عينك، ما اخف دمك. بس هلا بصراحة مو وقت المزح ظاهر، هلا الوقت يعني جدي شوي. بقى قلي بقوة وبصوت عالي، مين فتح الأندلس؟ ما بدي لك. معناته ما بتعرف. بقى شلون عامل لي حالك شاطر؟ لا بعرف. بتعرف مين فتح الأندلس؟ ايه بعرف. طيب قول لشوف. ما بدي لك. ليش؟ هيك بس ظاهر نسيان، نسيان وما لك دريان، لأنه لو ما كنت نسيان كنت قلت. لا ما نسيان. لا لا اكيد انت نسيان وعم تكابر. بقى الله يرضى عليك اعصر لي مخك شوي، ركز معي، غمض عيونك وحاول تتذكر مين فتح الاندلس. حاول. لحظه استاذي، لحظه لو سمحت الله يخلي لي اياك، لحظه صغيره. يا ظاهر يا حبيبي اسمع مني واستوعب، ولا تخلي الاستاذ يروح وهو زعلان منك. لك قله للاستاذ مين فتح الاندلس واصرفه. ما بدي له. هو لا شك انك مستحيل. الحق بايدك. طيب قرب قرب وقولها باذني، وشوشني ظاهر. ما بقلك. لك يا ظاهر يا روحي يا عمري يا قرة عيني، بوس ايدك، ايدي بزنارك اذا بتعرف قول. بعرف. قول. ما بدي قول. بالظاهر انت كسلان 100% وما بتعرف مين فتح الاندلس. لا سيدي مالي كسلان، وبعرف كمان مين فتح الاندلس. يلي بيكون شاطر وبيعرف بيقول بيحكي. بعرف وما بدي اقول ولا بدي احكي. ظاهر لك يا ظاهر يا حبيبي، ليش ما بدك تحكي انت؟ مشان شو يعني؟ مو مشان شي، ما بدي اقول لك. عال والله عال، عشنا وشفنا.
أنا ماشي يا أستاذ إسماعيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. أستاذ تميم، أستاذ تميم. آخ آخ، بتعرف أنت هلأ شو عملت يا ظاهر؟ يلي صار إنه المفتش رح يكتب فيني تقرير ورح يعاقبوني وينقلوني على شي ضيعة بعيدة حتى أتهرب فيها كذا سنة، وكله من تحت راسك يا فلتة زمانك. اللهم أجيبك يا طولة البال. طيب ماشي الحال، هلأ كل شي راح والبعبوع انصرف. اللي صدق ولا أنت تعرف مين فتح الأندلس؟ جاوبني بكلمتين، كلمتين صغار، إيه ولا لا؟ إيه بعرف. بتعرفه أكيد وبتعرف اسمه؟ إيه بعرف اسمه. مين هو؟ ما ودي لك. طيب ماشي الحال، لا تقلي على كيفك. بس وقت اللي سألك المفتش تميم شو كنت خسرت وقلت له؟ إيه ما ودي لك. قليل عن هديك الساعة اللي جبتك فيها من صفك حتى تبيض وشي. لك يخرب بيتك وبيت بيتك. شو ناوي تجيب لي جلطة أنت؟ ابطحوه على رحلة حتى ارفعوا فرقة. أوام له رجلي وجيبه لعندي على الإدارة لأفهم شو الموضوع. حاضر أستاذ، تعال شو تعال. هون لك هون تضرب بها الرأس. مين بوضعك نشوف يلا. احمله يحملك الجن إن شاء الله. روح. فوت الباب لشوف. فوت يلا. ولد شاطي ودائما بتطلع الاول. بقى شو عملت له للاستاذ اسماعيل لحتى خليته يزعل منك؟ ما بعرف، رفعني فلقه وانا ما عملت له شيء. شو هالحكي؟ قال انا ما عملت له شيء، يعني هيك رفعك فلقه لله بالله؟ هات لشوف اللي شو سويت له. سألني من فتح الاندلس ما قلت له. يعني ما عرفه؟ لا بعرف. شو بتعرف؟ بعرف من فتح الاندلس. لكن ليش رفعك فلقه؟ لاني ما قلت له. ولك ظاهر انت رح تاخذني. شو بعرف ما بعرف وقلت له ما قلت له؟ يعني انت بتعرف مين فتح الاندلس؟ ايه بعرف. ما زال بتعرف، ليش ما قلت له للاستاذ؟ هيك ما بدي له. يعني نسيت وما بدك تخزي حالك قدامه لهالسبب قلت له ما بدي الا؟ لا ما نسيت. طيب اذا كنت صادق وبتعرف هات لشوف اللي مين فتح الاندلس. ما بدي لك. ولك ظاهر انا ماني مصدق شو عم يصير. ها يعني انا بفهم منك هلا انه الاستاذ سال سؤال وانت بتعرف الجواب وما بدك تحكي، مو هيك؟ ايه ما بدي احكي. ايه لا سيدي، بدك تحكي ورجلك فوق رقبتك كمان. مين فتح الاندلس ولا؟ ما بقلك. ولك طاهر لا تفكرني انا مثل الاستاذ اسماعيل. انا واصلي معي لازم اخيري ولا؟ بقول مين فتح الاندلس احسن لك. ها ما بدي لك. اسمع ولك، بدي اعطيك اخر فرصه لحتى تقول لي مين فتح الاندلس قبل ما افلت عليك وما حدا يقدر يلمني. مين فتح الاندلس؟ بعرف ما بدي لك. فوت على الدكان خسر وشك وبعدين تعال احكي لي شو صار معك. يلا يلا اهلين حبيباتي، يلا معكم يا ابنائي ابنائي الشطار. يا اهلين. يعطيك العافية يا عم ظاهر. اهلين ابن عمو. اهلين الله يعافيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين ابو حبيب، الله يجعل ايامك مسك وعنبر. اهلين سالين. اهلين حبيبي.
يا ابني تعال. يا بابا تعال عود هون لشوف وقل لي ليش عم تبكي؟ استاذ رفعني فلقة. يلا يكسر دياته، شو شغلة فلتاني وليش رفعك فلقة؟ سألني مين فتح الأندلس وما قلت له. يخرب بيته شو قلبه قاسي، يعني إذا ما قلت له بيعمل فيك هيك؟ بسيطة بابا لا تخاف، بكرة أنا بروح بشتكي عليه لوزارة المعارف، شو الشغلة فلتاني؟ شو مفكر الأخ ما في حكومة؟ والمدير ضربني كمان. العمى وكمان المدير؟ ليش متحططين عليك هيك؟ ما بعرف، قال لي مين فتح الأندلس وما قلت له. الله يصلحك أنت التاني، ليش مالك دارس دروسك منيح؟ دارس. شلون دارس وما بتعرف مين فتح الأندلس؟ بعرف مين فتح الأندلس. بتعرف مين فتح الأندلس؟ ايه بعرف، لكن ما بعرف. طيب ليش ما قلت له للأستاذ؟ ليش ما قلت له للمدير؟ ما بدي له. ايه فهمت عليك، بالظاهر كنت خايف أو كنت نسيان. لا مالي نسيان ولا لي خايف. ولو ضوعتني ظاهر؟ بابا اللي يعني انت بتعرف مين فتح الأندلس وما رضيت تقول ما؟ ظاهر ظاهر سمعاني بابا، مين فتح الأندلس؟ ما بدي له. لك أنا أبوه. إيه وإذا كان ما بالله. إيه بابا لا تقول، أنا بعرف مين فتح الأندلس بس بدي أعرف أنت بتعرف مين فتح الأندلس؟ بعرف. مين؟ ما بالله. طيب مو مشكلة يا تقلي، أنا رح أقول لك مين فتح الأندلس، مو زير سالم؟ لا. معناته ظاهر ببرس؟ لا مو هو. عرفته عرفته لا تقول، عنتر بن شداد؟ لا. ابن الوهاج؟ لا. سيف بن زيزان؟ لا كمان مو هو. معناته أبو كامل؟ لا مو أبو كامل. أصبح ما في غير يوسف العظمة؟ لا مو يوسف العظمة. بابا الله يرضى عليك، اللي مين فتح الأندلس قول بقى. ما بدي لك. ماشي الحال، أنا طولت بالي عليك لأنك معكر وأكل أتمي أستاذ، هلأ بس تروق بتقلي مين فتح الأندلس ما بابا؟ لا ما بالله. مو هلأ بابا، بعد شوي. لا هلا ولا بعد شوي. لا هلا ولا بعد شوي. ايه ما بدي له. ايه بكونوا هالشوارب على مرها اذا ما ربيتك خليتك تحكي. يا كلمة مين فتح الأندلس؟ ولك مين فتح الأندلس؟ ولك يا ولد يا جماعة بالله عليكم قولوا لي لك مين فتح الأندلس؟ فيك هيك حبيبي؟ الأستاذ ضربني. الأستاذ؟ الله يبعث له مين يضربه مزربة حجر على راسه يا حق. وليش بقى ضربك؟ ما بعرف، والمدير ضربني كمان. والمدير؟ الله يبعث له مين يضرب له ابنه مزربة حجر كمان. ليش مستوطين حيطنا كل هالقد؟ وأبي ضربني كمان. الله يهدي ويصلحه، حدا بيضرب ابنه؟ بس فهمني لك أمي، قبل ما تغسل وتتغدى أنت شو عملت حتى نزلوا فيك هالثلاثة قتل وضرب؟ ما عملت شي. شلون يعني ما عملت شي؟ هيك تبلوك تبلي؟ الأستاذ سألني مين فتح الأندلس؟ ايه؟ مثل ما قلت له. وشو هاي بقى الأندلس تقبرني؟ علبة محاري؟ لا. تنكة سمنة؟ لا. مجمع سكاكر؟ لا. بنت حلوة؟ طيب حبيبي قلي، أنا قربت ولا بعدت؟ لا ما قربت. بعدت؟ ما بعرف. المهم هلأ يلي فاتحها من عنا من هون من الحارة؟ ما بعرف. لا تكون انت فاتحها لك ظاهر. لا مو انا. طب ليش ما قلت له للأستاذ انه مو انت؟ ما بدي له. طيب على ما قال لي قله على الولد اللي فتح الأندلس. ما بدي له. يوه اسمعوا على هالسمعة، لكان تسكت مشان تاكل فلقة ظلم؟ شو بتخسر اذا قلت له؟ يلي فتح الأندلس مو من عنا من المدرسة. يوه لكان شو دخلك انت حتى يسألك؟ هذا اخذناه بدرس التاريخ. وانت بتعرفه؟ ايه. طب ليش ما قلت له للاستاذ عنه؟ ما بدي له. تاكل حبيبي كول. هالشغله بلشت تهرش بجلدي هش. لك امي برضاي عليك اللي مين فتح الاندلس؟ ما بدي له. ولو مو أنا أمك لك ظاهر؟ بعدين ما في حدا غريب، برضاي عليك قلي مين فتح الأندلس؟ ما بدي لك.
وإذا سويت لك كاسة شاي خمير بعد الغداء. لك ما بدي لك. يعني ما بدك تقلي. شوف لك ظاهر، يا بتقلي يا بصرخ بالولي بلم عليك أهل الحارة. ها ما بدك. ايه روح الله معي إيما. يا ريتو بقيتها أمه موتتوا لي يخلي منك. روح يا ريتو بقيتها أمه موتتوا لي يخلي منك. روح يا ريتو بقيتها أمه موتتوا لي يخلي منك. يخليك بقيتها بكفر الله. اللي صار يا اولاد كلهم يقولوا لي مين فتح الاندلس قول احسن لك وانا على قولت ما بعرف وما بدي اقول وما بدي اقول لك. طيب بابا انت هلا بتعرف مين فتح الاندلس؟ ولو طبعا بعرفه انا اللي بعرف. بس انا ما بقصد هلا، بقصد بهداك الوقت لما اجى المفتش على المدرسه. طبعا بعرف. معقول بابا؟ اقسم بالله كنت بعرف من هداك الوقت. طيب مين فتح الاندلس؟ ما بقول لك. العمى بعد 50 سنة تناحوا يا باسة راس وبدهم ياني يقلن مين فتح الأندلس على بارد الماء. ايه ما بقول والسما زرقاء. ما بقول ما بقول ما بقول.